ما ثمش حاجة يعني كبيرة غادي العبيد المشي عليها بشتاقيها غادي يطبق الورد ونحطك ما فهمش كنا شنو لهنا تخدم بشتاكل وتشرب وترقد غادي يخدموا باش يفضلوا ويتفرهدوا ما يش الخدمة أهم حاجة الراحة هي أهم حاجة يخدم باش يرتاح مش يرتاح باش يخدم التونسي اللي باش يطلع على ألمانيا وإلا لأي بلاد أوروبية باش لازم يتصلح بالصبر بأي طريقة ماشي بها تعب سواء ماشي بالبحر سواء ماشي بوراقه سواء ماشي يخدم سواء ماشي معناها كفاءة كلها كيف كيف كلها تعب عسلم مرحبا يا أختي تونسي مقيم بألمانيا؟ اي كان تعطينا ديفيرونس ما بين تونس وألمانيا مسيو؟ والله ما فهمش ديفيرونس كبير فما فرق بركة في الطقس بارد وسخون لهنا أسخن من غادي بقيها العبيد عايشة ماكلة شاربة راكدة ما فهمش حاجة يعني كبيرة غادي العبيد المشي عليها بشتاقيها غادي يطبق الورد ونحطك ما فهمش ما شنو الحاجات اللي تختلف على تونس؟ والله محسوب تونس ولد كيف لوروب تو عندك يعني حرية تعبير غادي عندهم حرية تعبير الخدمة موجودة تخدم العبيد لكن شنو لهنا تخدم باش تاكل وتشرب وترقد غادي يخدموا باش يفضلوا ويتفرهدوا ماهيش الخدمة أهم حاجة الراحة هي أهم حاجة يخدم باش يرتاح مش يرتاح باش يخدم والتونسي اللي باش يطلع على ألمانيا وإلا لأي بلاد أوروبية باش لازم يتصلح بالصبر بالصبر خي ماشي جديد بيزمو برشا صبر خي مو ماشي جديد بأي طريقة ماشي بها تعب سواء ماشي بالبحر سواء ماشي بوراقه سواء ماشي يخدم سواء ماشي معناها كفاءة كلها كيف كيف كلها تعب كما نعرف طوال كلنا اللي ألمانيا فيها الغاسيزم بكثرة وكيفاش نجمت تتأقلم مع الغاسيزم؟ شو نقول لك أختي فيها وعليها لو مثلا الغاسيزم هذا يطلع كان بطريقة واحدة إذا كان يحس الشخص بأنه ممكن يفك له بلاستو الوقت ذاك مثلا كيف احنا في تونس مثلا يجيك الافريقي لهنا باش يتعدى تعجبه يبقى الوقت ذاك تولي تونسي يتقلق يقول كذا باش يفك لي بلاصتي ما عادش نلقى خدمه ما عادش كذا هكاك غادي كيف كيف معناها وعلاش العنصريه هذه تطلع كلنا بشر ونورمالمون هم عندهم العقليه هذه ان احنا كلنا بشر واكثريه عندهم حقوق الانسان والحكايات هذه اما غاسيست يعني شويه ما فهمش ما يقبلوش الديفيرونس ما بين كما بالالوان والا الثقافات كما مش الكل مش الكل الاكثريه باهين لكن فما يعني نوعيه اللي ما يقبلش يقول لك اخويا انا بلادي وما نحبش يجيني لظيف لا يجيني يستقر قديش عندك توا في المانيا والله مش في المانيا برك انا مشيت 18 دوله نحكي عندك البلد وعندي 18 سنه غربه 18 سنه كي رجعت لتونس شنو الحاجه اللي تبدلت عليك والله تونسيه هي شنو اللي باش يتبدل فيها؟ ما تبدل فيها شيء. كيفاش وليت في الأوروب كيما تبدل فيها شيء؟ معناها كيفاش؟ ولت في الأوروب في حروق في حق في التعبير، تنجم تعبر. معناها. لكن تعبيرك وتعبر ولا ما تعبرش ما سمعك حد. غادي كي تعبر يسمعوك. غادي يسمعوك ويحللوا لك الموضوع نتاعك، علاش هكا؟ شنو النقاط الضعف اللي عندنا؟ شنو هي نقاط القوة؟ كيفاش نجموا نصلحوا؟ كيفاش نجموا نعمل؟ لهنا لا، لهنا يسمعك منه ويخرج منه. ومضى بيه تبقى كيف ما هي البلاد مساعدته وكاك خلي الزوال يمشي في الساقين وهو فهمني ولا يمشي للبحر ولا يتصرف اموره المهم هو يشد الكرسي يمشمش العظم والحم ومن بعد يجي لي بعده وهكاك بحبل على جراره بلادنا ما تبدل حتى شيء مش تتبدل حوايج لكن الطبيعه نتاع البشر ما تبدلش تو باهي عندنا حريه تعبير راك نجمي تعبري وتقولي هذاك غلط وهذاك صحيح لكن شكون سمعك؟ البلاد ماشية وتهبط، ماشية وتضيع. يعني مانيش متقدمين. لا مانيش متقدمين جمع. مانيش كيما الأوروب كيما كنت تحكي. نحن نتبعوا في الأوروب كان في الحوايج الخايبة مش في الحوايج الباهية. كيفاش؟ كيما شنو؟ معناها ماذا بينك اللي مش عارف أنا كيفاش نفسرها لك؟ نحبوا نعيشوا كيف الأوروب لكن كيفاش؟ في بلادنا. خاطر الأوروب كي تقول لي تحبوا نعيشوا كيما الأوروب يعيشوا في برشا حاجات، حدد لي تحديدا شنو الحاجة اللي التونسي قاعد يتبع فيها. معناها تو باش نتعمق معايا كي باش ندخل معاك في موضوع الدين أختي، خاطر الدين هو الباز نتاع كل شيء، هما دينهم عندهم دين وإحنا عندنا دين، ما نجموش نعملوا كيفهم حوايج اللي هما دينهم يوافق عليها وإحنا ديننا ما يوافقش عليها. اللي يتبعوا في الأوروب في الحاجات الخايبة. والله شو نقول لك عاصي ذاك بينه وبين مولاه.
كل واحد عنده كتاب ويمشي يحل ويقراه. فهمتني؟ انا باش نقول لك عاسي ولا مش عاسي، ثم العاسي والدين وثم العاسي السيستم وثم العاسي روانويا. فهمتني؟